بعد اللي انا حكيته لك ينفع حماتي تعمل فيا كده؟ تشتري على حسابي وتخليني انا ادفع ليه؟ فاكراني ايه يعني؟ عادل فيزا كارت؟ لو سمحتي بقى احكمي انا الاول ما بيني وما بين مامتك اللي هي حماتي انها اهانتني اهانه فظيعه. يا جماعه يا جماعه، واحده واحده، هنحكم في قضيه قضيه. انا حاسه اني قاعده في محكمه الاسره. طب اخلصي احكمي، ادي انت عرفت الحكايتين اهو، يلا احكمي حكمي. خلي حكمك نزيه وعادل ومنطقي يا سناء. ما اخلصي يا راعيه السلام الاسري، اتفضلي. لا لا بجد يا عادل بجد، رغم انها نادرا نادرا ما بقى اسعى الى عمل الخير، لكن انا حريصه على ان حل المشاكل دي حرصا مني على الاستقرار الاسري في هذا المنزل، الاستقرار اللي انا عمري ما حسيت بيه في البيت ده. سناء اخلصي، انت هتعملي لنا خطبه؟ لو عندك حل قوليه في اربع كلمات وخلصينا. ما انا بفكر اهو، بفكر. بتستعجلني ليه؟ بفكر عشان اوصل للحل. احترامي الكبير واجب. دول تلات كلمات، احنا اتفقنا على اربعة. ولا تزعل نفسك، احترامي الكبير اقل واجب. هو يعني دلوقتي في رايك مين فينا اللي غلطان؟ انتوا الاتنين غلطانين. يا سلام، غلطانين في ايه بقى؟ انا بالنسبه لي غلطان في ايه؟ واحده اشترت حاجات ب 900 جنيه، يعني اعمل لها ايه؟ اقول لها ليه ما خليتهمش 1000؟ وانا عيوني الجريئه الحلوين دول ننها وجعها موت موت، يعني اعمل ايه؟ ادخل المطبخ وانا لابسه نضاره شمس؟ يا جماعه لازم تكون هناك هدنه بينكم وبين حمواتكم. اسمعوا كلامي، انا خبره في المشاكل الاسريه، ده انا قربت اكتب مذكراتي. لازم يكون في اتفاق ما بينكم ان حضرتك تحترم حماتك حتى لو مش ده اللي انت حاسه، على الاقل اصغره، وانت تحترمي امه اللي هي امي وتصغري ذلك. لازم يكون في اتفاق ان هناك هدنه. ايوه بس اخوكي عصبي وانا ما اضمنوش. عصبي اعمل لك ايه يعني؟ امضي لك على واصل على الكلام اللي هي بتقوله يعني ولا ايه؟ عادل قدم السبت عشان تلاقي باقي الاسبوع. السبت اجازه. اعمل لك ايه؟ هو المثل كده. اسمعوا كلامي بقى وخلصوني عشان مشاكلكم مع حمواتكم ما تاثرش على حياتكم.